طبعا الجلوتامين يعتبر مصدر طاقه لخلايا الجسم، بيعمل على دعم جهاز المناعه في جسم الانسان، بيشتغل على الاستشفاء العضلي. الجلوتامين من الاحماض الامينيه اللي بدنا يعني دائما لازم الجسم يكون مزود فيها بس بكميات معينه، لانه الافراط طبعا هلا الافراط فيها اذا اخذنا كميات زياده طبعا الجسم راح يطردها برا، ما راح يستخدمها لانه ما بيخزنها. الكمية طبعا الدوز اللي احنا بنوصي فيه اللي هو من 10 الى 40 جرام، تمام، هذا للشخص البالغ، يعني تاخذ 10 جرام مع وجبات الكاربس بتقسمها على 4 مرات في اليوم. هذا بالنسبة للفيتامين، بالنسبة للاستشفاء العضلي. ستي تون ورمضان كريم.